بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعرف على منتج من منتجات الشركة المتعددة اسمه نظام تقييم الطالب المعلم. بداية بس ندي فكرة عن النظام والهدف منه. الحقيقة كلية التربية في كل سنة طبعا بتخرج دفعة جديدة، والمفترض دول هيكونوا المدرسين الجدد اللي هيعلموا الطلبة. فكلية التربية بتعمل تدريب للطلبة، يعني بينزل الطالب في مدرسة فعلية بحيث إن هو يتدرب على طريقة التدريس وما إلى ذلك، على أساس إن هو هيبقى مثلا في خلال أشهر هيبقى هو فعلا مدرس وهيبقى مسؤول إن هو يقف قصاد طلبة. فإحنا عاملين نظام متكامل علشان يعمل عملية الميكنة لعملية التقييم الكامل للطالب عشان يحصل له يعني تقييم قبل ما يبقى مدرس فعلي. هنعمل عملية دخول على النظام. النظام بيتكون من العديد من بيانات رئيسية، يعني طبعا لازم يكون عندي طلاب، طبعا الطلاب دول اللي هم طلاب كلية التربية المفترض يكونوا في السنة الأخيرة. فبنخزن بيانات عادية عن الطالب، رقم أكاديمي وبطاقة الأحوال وما إلى ذلك. يبقى إحنا عندنا هنا بيانات الطالب الخاص بكلية التربية، وعندنا المدارس قائمة بالمدارس اللي هو المفترض يعني في اتفاق معاها إن يحصل تدريب للطالب عندها. وبعدين عندنا التخصصات، لأن طبعا يعني معروف يعني في زي ما احنا شايفين لغة عربية، رياضيات، جغرافيا، اللي هي المواد الدراسية الطبيعية اللي احنا نعرفها. وعندي المشرفون الأكاديميون، لأن طبعا كل طالب المفترض إن هو بيتدرب بيكون عليه مشرف أكاديمي، فبندخل هنا بيانات المشرفين الأكاديميين الموجودين. ثم عندي المدرسين نفسهم، ده طبعا ده المدرسين الفعليين اللي موجودين في المدرسة. وعندي مدراء المدارس، لأن طبعا كل دول أشخاص داخلين في النظام، فبندخل برضه هنا بيانات المدراء. في عندنا بيانات بقى الأساسية اللي هي يعني بنعتبرها اللوكابس عندنا، زي المناطق والمدن والأحياء، وفي عندنا السنوات والفصول الدراسية. طبعا لما تكون السنة هي السنة الحالية بيتلون لونها باللون الأبيض، يعني المفترض إن هو يعني لما تضيف سنة جديدة وعايزها الحالية يقوم تعمل عملية تحديد إن هي دي السنة الحالية بالفصول الدراسية الخاصة بها بتاريخ بداية ونهاية. ثم في الكليات والأقسام والتخصصات، يعني زي هنا كلية التربية والأقسام والتخصصات الموجودة. في عندنا مجالات التقييم، طبعا أي طالب المفترض إن هو بيحصل له تقييم من خلال مدير المدرسة، ومن خلال المدرس المشرف، ومن خلال المشرف الأكاديمي، وحتى كمان يعني المدرسة نفسها يعني والمشرف الأكاديمي والمدرس المشرف، يعني في برضو الطالب نفسه هو اللي بيديلهم مجموعة من التقييمات. يعني العملية رايحة جاية، الطالب بيدي تقييم للمشرف الأكاديمي ومشرف الأكاديمي بيديله تقييم. في مدراء التخصصات، يعني طبعا كل تخصص بيبقى ليه زي مدير معين مختص بيه، زي هنا مثلا الفيزياء خلاص هو ده المدير الخاص بالتخصص الفيزياء. وفي عندنا شاشات الصلاحيات بقى الطبيعية عشان السكيورتي، يعني كل يوزر بنحدد له ايه هي الشاشات اللي ليه صلاحية عليها ومين ليه جديد وحذف وتعديل كصلاحيات. وفي عندنا اللوكابس زي انواع التقييم والجنسيات، تصنيف المدارس، المستويات، الدرجة العلمية للمشرفين الأكاديميين. دي كده البيانات الأساسية اللي هو موجودة في النظام. طيب بيبدأ الطالب بقى، يعني نتكلم عن الأوبريشن، بيبدأ الطالب إن هو يعمل تسجيل، يعني بيدخل النظام
بيسجل. طبعا لما بيدخل هو طالب عادي هنلاقي ان الشاشة هنا بتعرض بياناته هو بس، انما عشان انا داخل بمدير النظام فشايف كل البيانات الموجودة. فبنلاقي هنا ان في الطالب بيختار المدرسة اللي هو عايز يتدرب فيها، لان طبعا عادة بيبقى يعني الطالب بيختار المدرسة القريبة من بيته لان اوقع عشان يعني يختصر وقت المواصلات. فهو الطالب هنا من حقه ان هو يدخل يسجل، هو اللي يطلب التسجيل في مدرسة معينة، وممكن برضو يعني الكلية هي اللي توزعه على مدرسة معينة. طيب عندنا هنا احتياج المدرسة من الطلاب التدريبيين، يعني كل هنا مدرسة تدخل تحدد في كل تخصص من التخصصات الموجودة هي محتاجة كام طالب يجي يتدرب عندها، وبالتالي يعني هنا يبقى كل مدرسة عندها احتياج وأعداد محددة لكل تخصص عشان لا يتجاوز هذا العدد. طيب عندنا التدريب الطلاب، برضو هنا كل طالب بيدخل يلاقي بيانات هو بس، أنا عشان داخل مدير نظام شايف كل البيانات. فهنا يعني بيختار في الفصل الدراسي مين المشرف الأكاديمي ومين المدرس وابتدينا إمتى وعدد الفصول اللي هو متوليها، بحيث يعني إيه يكون عندنا معلومة واضحة الطالب ده مع مين، يعني مين مشرفه الأكاديمي ومين المدرس المسؤول عنه. المفترض إن هو يعني بعد ما الطالب اتسجل واتوافق عليه في مدرسة معينة المفترض إن بيحصل له عملية تقييم. فهنا عندنا 5 تقييمات أساسية موجودة، اللي هو تقييم المشرف الأكاديمي للطالب. فهنا بيدخل المشرف الأكاديمي بيشوف كل الناس اللي هو مسؤول عنهم، فبيدخل يعمل زيارة يعني يسجل تاريخ للزيارة، وبعد كده يقدر إن هو يعمل له التقييم. طبعا إحنا عندنا في التقييمات في يعني شاشة موجودة متاحة على أساس إن هو يحدد العناصر التقييم. يعني لو نرجع لها تاني في عندنا مجالات التقييم، فهنا بنشوف مثلا التقييم طبعا الرئيسي وتحتيه التقييمات الفرعية. فبحيث مثلا لو احنا شفنا المشرف الأكاديمي عندنا حاجة اسمها مثلا مهارات الأداء التدريسي وإدارة الفصل، فيها التمهيد للموضوع الجديد بطريقة مشوقة، تحدث في الفصل بصوت مسموع وواضح وخلافه. فهنا بيبقى عندي شاشة داخل فيها التقييمات وعناصرها بدرجة التقييم، وبعدين يدخل المشرف الأكاديمي يدي التقييمات المناسبة للطلبة. يعني لو هنا شفنا مثلا حاجة زي فيها بيانات كبيرة، هو بيدخل يحدد إذا كان متقن متميز ولا متقن جيد ولا متقن ولا مقبول ولا غير مقبول. دي طبعا تقييمات تخضع ل يعني التقييم الخاص بالمشرف الأكاديمي. بالمثل في عندنا تقييم المدرس المشرف للطالب المعلم، والأهم هنا عندنا في تقرير يعني برضه عشان يطلع الكلام ده بشكل رسمي يطلع له هو درجته كام، هو واخد كام من كام. بالمثل هتلاقي تقييم مدير المدرسة وفي تقييم المدرسة من قبل الطالب المعلم وفي تقييم المشرف الأكاديمي من قبل الطالب المعلم. بعد كده عندنا كمية من التقارير بقى عشان تطلع لنا كل البيانات اللي احنا محتاجينها، زي مثلا كشف الطلاب حسب الكلية والقسم، في عندنا حسب المشرف الأكاديمي، حسب المدرسة، في خطاب بيبقى توجيه لل الطلاب المعلمين للمدارس على أساس إن المدرسة يروح لها خطاب رسمي إن هم دول قائمة الطلبة المحتاجين يتدربوا عندكم، وهكذا. يعني في تقارير الحقيقة متنوعة، يعني المشرف العام ليه تقارير، يعني زي ما احنا شايفين في حوالي 8 تقارير موجودين، يعني بيطلعوا له التقارير اللي تفيده في الإشراف. يعني لو في مشرف عنده ما عملش ولا زيارة هيطلع له، لو في طلبة ما تعملهمش زيارة فلازم ان هو عشان يبقى فيه تقييم فعلي ان يحصل الكلام ده.
ممكن في مدارس ما حصلهاش زيارة، فيعني بناء على المعلومات اللي هو يشوفها يعني، كمان بالأعداد اللي موجودة هيعرف يعني إنتاجية كل واحد عامل إزاي. فبالمثل برضو في تقارير للمشرف الأكاديمي، وفي عندنا تقارير لمدير المدرسة. بالتالي كل دي تقارير في الآخر بتفيد في عملية التقييم، عشان نوصل في الآخر إن الطالب يتعمل له تقييم حقيقي ويقدر إن هو يتولى إدارة مهام التدريس. أهداف العمالة طبعا دي يعني شاشة عادية عشان بس توضح، يعني دي خاصة بقى بكل عمادة يحدد يعني إيه الأهداف والرؤية والرسالة وما إلى ذلك. النظام طبعا عربي انجليزي، مبني بتقنية الويب على تقنية اوراكل اي دي اف. فطبعا يعني حتة الويب بيست بالنسبة للاي دي اف بتدينا سبورت للسمارت فونز والعديد من الحاجات الامكانيات الكبيرة موجودة في الاي دي اف. فزي ما احنا شايفين هو منتج متكامل لإدارة عملية التقييم الطالب الخاص بكلية التربية. والحقيقة يعني يمكن دايما الميزة اللي احنا بنقدمها ان هو يعني اي منتج عندنا قابل للتخصيص، لان احنا اللي نمتلك السورس كود، وبالتالي اي نوع من انواع التعديلات اللي ممكن يكون مطلوب فاحنا قادرين تماما ان احنا نقوم بتنفيذه للوصول طبعا بالنظام الى الهدف الاساسي لي بالنسبة للجامعة. بهذا الشكل الحقيقة نكون يعني اتعرفنا على النظام وأهدافه، ونتمنى أن يكون فيه معلومات مفيدة للكل. شكرا.